النهارده ان شاء الله هنتكلم على فحص جديد في مجال الاشعه التشخيصيه وهو الاوتوميتد بريست التراساوند. الاوتوميتد بريست التراساوند ده تكنيك جديد بيساعد على مسح الثدي كله بواسطه فنيه مش بواسطه الطبيب. بناخد صوره انتروبوستيريور وصوره لاترال وصوره ميديال لكل ثدي، وبعد كده بنعمل انتربريتيشن للفايندنج بتاعته على ورك ستيشن بعيده خالص عن الجهاز، مش لازم تكون جنب البيشنت. الجهاز ده من مميزاته ان هو مش بيحتاج لفني، مش بيحتاج لطبيب يعمله، مش بيحتاج لفيزيشن عنده فكره عن الفيزيكس بتاعه الالترا ساوند او الاناتومي بتاع البريست، لا ممكن اي واحد يتعلم التكنيك ويعمله. تاني حاجه ان هو سو ات از نوت ان اوبريتور ديبندنت، ما بيعتمدش على الاوبريتور اللي بيعمله. احنا عارفين ان اهم مشكله للالترا ساوند ان هو اوبريتور ديبندنت، بس ده ما بيعتمدش خالص على الاوبريتور ديبندنت. احنا بعد كده بنشوف الافلام على الورك ستيشن، الحاله على الورك ستيشن في 3 دي في 3 بوزيشنز، بنشوفها الاول في الكرونال 3 دي بوزيشن، وعن طريقه ممكن ان احنا نديتكت اي ديفكت موجود في البريست، وبيعمل لي كورسبوندنج اكزيال بلين، والاكزيال بلين ده هو بنقدر ان احنا نشوف بيه الليجن بالمفهوم بتاع الالترا ساوند اللي احنا كلنا عارفينه. غير كده ان هو التايمنج اوف انتربريتيشن اوف اوتوميتد بريست الترا ساوند قصير جدا اذا قارناه مع الالترا ساوند العادي. الالترا ساوند العادي بياخد الاكزامينشن فروم 12 تو 20 مينتس، لكن ده الفحص بياخد 1 مينت فور بيرفيو، اند ذن الانتربريتيشن لو نورمال هياخد within 2 مينتس هيكون الحاله خلصانه، وممكن نزود الوقت شويه توصل ل 10 مينتس لو في مشكله. غير كده ان البروب بتاعه لارج بروب which can cover the whole breast and large masses اللي هم ما يقدرش نجيبهم بالبروب اللينير الصغير، بنقدر ان احنا نجيب الماسز الكبيره ونقدر نعمل لها كاركترايزيشن. بيفضل دلوقتي انه يستخدم الايبس في السكريننج بالذات اليونج فيميلز، وخد اف دي ابروفل ان هو يستخدم في السكريننج از سكريننج تول. واحنا عارفين ان احنا دلوقتي في مصر ابتدى البريست كانسر يظهر في سن مبكره، يعني بنشوفه في الثلاثينات واحيانا في العشرينات، وبالذات طبعا في الناس اللي عندهم سترونج فاميلي هيستوري اوف بريست كانسر. ففي الحاله دي هي المفضل ان احنا نستخدم الايدز كسكرين. شكرا.